دلوقتي احنا عندنا التويستر، هو تركيبه سهل. يبقى جاي عبارة عن الجهاز الرئيسي والقطعة بتاعته اللي هي بتيجي معاه، واحد اتنين تلاتة، ودي القواعد بتاعته. احنا دلوقتي هنبدأ من أول هنا. هنا بنبدأ معانا المفروض اللي احنا الكابل ده بنوصله كده بالطريقة دي، ندخله للآخر. تمام، بندخل الكابل ده للاخر ان الكابل يخرج من هنا. تمام، وبعد كده بعد الكابل ده ما يوصل للاخر، انا لسه مخلصتوش، بس المفروض الكابل يوصل للاخر عشان نوصل بيه الجهاز. تمام، وبعد كده بنخلي دي كده بعد ما نوصل الكابل للاخر. اهم شيء ان الكابل يوصل معانا للاخر. بعد كده عندنا بنيجي الكابل بيكون طالع من هنا، بنعدي كمان الكابل من هنا، بنعدي الكابل من هنا وبيطلع من هنا معانا. دي بتتركب كده نفس الطريقه. لو نيجي هنا نبص هنلاقي هنا في مسمار 2 3 4، اربع مسامير. احنا عندنا المسامير كلهم هنا، المسامير كلها موجوده هنا، كلها نفس الحجم، وده اللي احنا بنربط بيه المسمار. هنا نفس الموضوع، عندنا مسمار 2 3 4 بنربطه برده بدي، نفس الموضوع. بنيجي في دي، تمام، دي بنيجي فيها مسمارين بنركبها بالشكل ده. تمام، والمسمارين بتدخلهم من هنا، المسمارين برضو موجودين معانا هنا. تمام،